لو الحكاية فيها إن فيتو هو يقدر ياخد شهادة ويتحول لأخصائي، إن هو إما إن هو يروح طبيب ذاتي ويسيب وزارة الصحة، أو إن هو يبدأ يقدم في الجامعات الخاصة اللي بدأت فجأة يطلع لها بروتوكولات في الدراسات العليا مع الجامعات الحكومية غير مفهومة وملهاش أي ضوابط، غير إن الطالب أو الطبيب بيدفع 10 أضعاف الفلوس اللي زميل وزارة الصحة بيدفعها. مش عارف هو ذنبنا إن إحنا فينا ناس عايزة تقدم خدمة صحية في مجانية للمرضى وتبع الحكومة، ولا هو توجه عام والتوجه السياسي عام في إن الرعاية الأساسية بس هي اللي تبقى بتقدم مجانا والباقي كله يتم خصخصته؟ الله أعلم. بس اللي إحنا شايفينه إن مفيش أي معايير ومفيش أي أسباب منطقية، يعني التخصص اللي فيه عدد كبير متوجه له فيه مشكلة في التسجيل، التخصص اللي فيه ندرة شديدة جدا برضه فيه مشكلة في التسجيل، مش لاقين لها أي ضوابط، مش لاقين لها أي